السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مدينة الجديدة نتاع حاسم سعود، ونشوفوا وين وصلت الأشغال في المدينة هذه. إن شاء الله برك تكون الصور يعني فيها حديثة، يعني مش قديمة بزاف. روح نشوف. هنا درت لها المنطقة هذه، درت حاسم سعود ما تمشي مليح في الصحراء، لين درت لها روبر كما نقولوا حنايا باش نعرفوا. إذن في الروبر الأصفر هذا راهي هنا. إذن راهي هنايا، نشوفوا الروبر هذا، نكتبوا حاسم السعود. سعود نيو تاون، هكذا باش نعرفوه. إذن أنا في هذه مدينة حاسم سعود، هنا نلاحظ شوف المدينة وما فيش تحديث. الصور هذه تعود هنا، الصور تعود إلى 2018. إذن على الأقل نعرف المعالم تاع المدينة، نشوف المعالم تاع المدينة، الشكل تاع المدينة هنايا هذا هو الشكل. وكاين بعض الطرقات هنايا راهي قيد الأشغال. وللعلم عندي صور نتاع المدينة هذه تاع 2021، يعودون إلى 2020 2021، والصور تدل على أن الأشغال متقدمة أكثر مما هو في الصورة تاع جوجل. إذن معليش، شوفوا أن الطريق الوطني راهو هنا نتاع اللي راح حاسم سعود، وهي جاية طرف الطريق الوطني. وهنايا هذا حاجز نتاع النخيل مرسوم مخدوم بالنخيل اللي باش يحبس الرياح تاع اللي تجي من الجنوب المحملة بالرمال، باش يحمي المدينة من الرياح. هذا الحاجز هذا وفي الحقيقة مغروس بالأشجار النخيل، والأشجار النخيل هي مدة الثمار تاعها هذا العام في 2021 و2020، مدة الثمار تاعها مدة غلة كبيرة للمشروع تاع المدينة، لأنها كبرت الأشجار هذه. أشجار ما تستناش تطور الأشغال، أشغال بطيئة، لكن الأشجار تنمو حسب المسار نتاعها وطبيعتها. نشوفوا هنا طول الحاجز هذا فيه 6 كيلومترات، 5.9 هي في الحقيقة 6 كيلومترات، 6 كيلومترات على العرض حوالي 400 متر، 400 أو 500 متر. إذن 6 كيلومترات على 400 متر، هذا هو حجم الحاجز نتاع النخيل اللي مغروس باش يواجه الرمال. هنا في الجهة الجنوبية عندنا منطقة صناعية هنا في الجنوب، وبعض عندنا هنا بعض ان شاء الله بعض القواعد نتاع الحياه اللي باز دو في تاع الشركات اللي راهي تنشط. وبعض الاشياء، وهنا نشوف بعض العمارات راهي هنايا قيد الاشغال. نذكركم، نعاود نذكر الصور هذه تعود الى 2018.
كذا قديمة. وفي الأخير نخليكم مع الصور اللي التقطت في ما بين في العامين الأخيرين 2021-2020، لتبرز أن الأشغال تقدمت يعني محسوسة، شيء ملموس يعني بارابور للصور هذه نتاع جوجل. والسلام عليكم.